السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الفيديو الثاني شابتر 15، ولسه بنتكلم عن البونز السندات. أو زي ما أخذنا في الفيديو اللي فات أن البونز دي لايبيليتي على الشركة، التزام على الشركة، ولونج تيرم لايبيليتيز بالأخص التزامات طويلة الأجل اللي هتقعد مع الشركة أكتر من سنة. الشركة بتستلف من المستثمرين عن طريق أنها بتبيع لهم سندات بونز. لما الشركة تيجي تستلف، ممكن تستلف من البابليك، من الانفستور المستثمرين عامة، عن طريق انها بتبيع لهم بونز وتاخد منهم الفلوس. وعرفنا ان البوند السند ده مكتوب عليه اربع معلومات مهمة. اول معلومة بتبقى مكتوب عليه الاشور، اللي هو الشركة اللي طرحت السند ده، الشركة دي كان اسمها ايه. تاني معلومة مهمة اللي هي الفيز فاليو، القيمة الاسمية، القيمة الاسمية للسند ده كام، الشركة استلفت كام، قيمة السند ده كام، وليها اسم تاني اللي هو البار فاليو، الفيز فاليو او بار فاليو. تالت معلومة الماتيوريتي ديت، تاريخ الاستحقاق، الشركة هترجع الفلوس دي امتى، ما الشركة استلفت فهترجع لهم الفلوس دي امتى، تاريخ الاستحقاق، يعني امتى السند يبقى مستحق على الشركة انها تدفع الفيز فاليو بتاعه. رابع معلومة الانترست ريت، معدل الفايدة. عرفنا الشركة لما تيجي تستلف يبقى عليها تكلفة اقتراض، هي الكوست اوف بوروينج، هي بتستلف. طب انت بتستلف، ما اكيد يبقى عليك تكلفة. ايه تكلفتك؟ الفايدة اللي انت بتدفعها. انت لما تروح تستلف من البنك بيدفعك فايدة عشان انت استلفت. فنفس الكلام للشركة، الشركة بتستلف عن طريق البونز، فلازم تدفع فايدة على البونز دي، فايدة على السندات دي. في الفيديو اللي فات احنا كنا ابتدينا في مثال، زي ما لو تفتكروا جبت لكم بوند سيرتيفيكت وشرحنا عليها وابتدينا نحل عليها. لو نفتكر مع بعض، كان موجود عليها الاربع معلومات دولت. اول معلومه اللي هو الاشور كانت انترناشونال مينرالز اند كيميكال كوربوريشن، اسم الشركه بتاعنا. كان الفيس فاليو بتاعها لو تفتكروا كان 5000 دولار، وكان تاريخ الاستحقاق 1/1/2018. الانترست ريت اللي هو معدل الفايدة بتاع البوند، ليه اسم تاني اللي هو contractual ريت، معدل العقد او الستيتد ريت او المعدل المنصوص عليه. دوت الاسامي دي تعبر عن معدل الفايدة بتاع البوند، ان الانترست ريت لوحده معدل فايدة. معدل الفايدة ده انت متعرفش بتاع البوند ولا بتاع السوق، فهما دايما هتلاقي في المثال بيقولك contractual ريت او ستيتد ريت. لما يقولك contractual ريت او ستيتد ريت يبقى بيتكلم عن معدل الفايدة بتاع مين؟ بتاع البوند اللي هي السند. لو نفتكر مع بعض كان 5%. واحنا اخدنا اللي احنا بنقارن ما بين الانترست ريت، الانترست ريت هو كان 5% اللي هو contractual ريت، هنقارن ما بين الكونتراكتور ريت اللي هو 5%، والماركت ريت اللي هو معدل الفايدة بتاع السوق، وليه اسم تاني بيسموه effective ريت اللي هو المعدل الفعال اللي هو في السوق دلوقتي كام، المعدل الفعال في السوق دلوقتي كام. فكنا بنقارن ما بين الاتنين دولت امتى؟ لما نيجي نسجل الاشوانس بونز، لما نيجي نسجل طرح السندات دي. لما كنا نيجي نسجل طرح السندات بيصار لنا 3 حالات. اول حالة لما يكون الكونتراكتور ريت يساوي الماركت ريت، لما يكون معدل الفايدة بتاع السند بيساوي معدل الفايدة بتاع السوق، يبقى ساعتها الشركة هتطرح السند او هتبيع البوند ده بنفس القيمة بتاعته، وموجود عليه 5000، يبقى الشركة هتبيعه بكام؟ ب5000. يعني الاشو برايس بيساوي الايه؟ بيساوي الفيز فاليو، بيسموها ايشد ات فيز فاليو، كان ساعتها ب5000. طب جميل. طب في الحالة التانية، لما يكون الكونتراكتور ريت اللي هو معدل الفايدة بتاع السند اقل من معدل الفايدة بتاع السوق اللي هو الماركت ريت، يبقى ساعتها ايه؟ احنا الشركة بتدي فايدة اقل من الفايدة المتعارف عليها في السوق او الفايدة الفعالة في السوق، يبقى ساعتها الشركة تضطر تقلل سعرها. طب ما هو ده السوق بيدي اعلى، فبدل ما تبيع السند ب5000 اللي هو القيمة المكتوب عليه، تبيع لهم بكام؟ تبيع لهم مثلا ب4800، فبيسموه ايشود ات ديسكاونت، يعني عملت تخفيض، طرحته بتخفيض. وساعتها بيظهر لنا حساب جديد كنا بنسميه ديسكاونت اون بونز بيبل، تخفيض على البونز بيبل، كان بكام؟ كان بالفرق اللي هو 200. يعني الشركة ادت لهم
البوند ده مكتوب عليه 5000، بس دخلت قصادهم كام؟ 4800. يبقى عامل تخفيض كام؟ 200. ده يعتبر ايه؟ كونترا اكاونت. احنا قلنا الديسكاونت ده ايه؟ كونترا اكاونت. هنا البونز بيبل بيزيد في الكريدت وتقل في الديبت، لانها لايبيليتي. الديسكاونت اون بونز بيبل عكسها، بيزيد في الديبت وتقل في الكريدت. يعني الديسكاونت النورمال بالانس بتاعه ايه؟ ديبت. تمام، جميل. تالت حالة، لما يكون الكونتراكتر ريت بتاع السند، يعني معدل الفايدة بتاع السند، أعلى من معدل الفايدة بتاع السوق. يعني ده الشركة بتدي فايدة أعلى من السوق، بس دلوقتي عليها إقبال كبير، فمش هتبيع، هتعلي سعرها. يعني مش هتبيع السند ب5000، لا، هتبيعه وتعمل عليه علاوة بيسموه issued at premium. يعني بدل ما تبيعه ب5000 هتبيعه بكام؟ ب5300. يبقى ساعتها هيظهر لنا حساب تاني بيسموه premium on bonds payable، العلاوة. والبريميوم ده قلنا بيزود البونز بيبل، فبيعلي البوك فاليو، بيعلي القيمة الدفترية بتاعت البونز بيبل في البالانس شيت. يعني الديسكاونت بيقلل البوك فاليو بتاع البونز بيبل، ما البريميوم بيعلي البوك فاليو بتاع البونز بيبل. ده اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت. ودي اخر حاجة وقفنا عندها في الفيديو اللي فات. زي ما انتوا شايفين، كنا سجلنا الاشوانس اوف بونز بتاعت التلات حالات، لما يكون الاشو برايس بيساوي الفيس فاليو، ولما يكون في بريميوم وديسكاونت. ممكن تشوفوها تاني عشان ترجعوا احنا خدناها المرة اللي فاتت. دلوقتي ندخل في ايه؟ ندخل ازاي نسجل تكلفة الاقتراض، اللي هي الكوست اوف بوروينج، تكلفة الاقتراض. وانا تكلفة الاقتراض دي هي ايه؟ هي الفايدة اللي بتبقى مستحقة او اللي بتتكلفها الشركة. دي الانترست اكسبنس، بيبقى مستحق على الايه؟ على الشركة. يعني ازاي نسجل الفايدة دي؟ يعني انت خلاص سجلت الاشوانس، طب انت لما طرحت السندات دي يبقى انت بقت عليك تكلفة تانية، هي تكلفة الايه؟ تكلفة الاقتراض، اللي هي الفايدة اللي الشركة بتدفعها. طب ناخد مثال: Black assumed the bond was issued in January 1, 2016. أصدرنا السند في 1/1/2016 and matures January 1, 2018، وبيبقى مستحق 1/1/2018. هي نفس المسألة اللي بنكمل عليها على فكرة، دي نفس المسألة اللي كنا شغالين عليها في الفيديو اللي فات. لك the 5% interest، في عليها خايفة عليها السند، عليه 5% فايدة. is paid annually، بتدفع سنويا. on January 1 each year، في 1/1 كل سنة. طب تمام، احنا دلوقتي عاوزين نعرف ان الشركة المفروض بتدفع لحامل السند ده لو البوند هولدر، بتدفع له فايدة قد ايه كل سنة، صح ولا غلط؟ طب ازاي نجيبها؟ نشوف. هو المفروض الشركة كانت مستلفة قد ايه؟ كانت مستلفة 5000، اللي هي الايه؟ الفيس فاليو. طيب المفروض تدفع له معدل فايدة قد ايه؟ اللي هي الكونتراكتور ريت او الستيتد ريت، 5%. يعني المفروض كل سنة الشركة تدفع لحامل السند اللي هو البوند هولدر ده، تدفع له فايدة قد ايه؟ هنقول 5% الانترست ريت او الكونتراكتور ريت مضروب في الفيس فاليو اللي هو 5000. يبقى المفروض الشركة تدفع له كام؟ المفروض الشركة تدفع له $250 كل سنة، اللي هو عبارة عن 5000 مضروبة في 5% مضروبة في البريد اللي هي سنة واحدة. يبقى المفروض ده ايه؟ ده الفايدة اللي هتدفعها له كل سنة. طب هي الشركة بتدفع في آخر يوم في السنة؟ يعني بتيجي في آخر يوم في السنة وتقوم دافعة له الانترست في إيده؟ يعني ساعة ما يستحق عليها تقوم دافعة له ساعتها؟ قال لك لأ، دي بتدفع له في اليوم اللي بعديه، اللي هو كام؟ جانيوري 1. يعني المفروض في آخر يوم في السنة، اللي هو في آخر يوم، في آخر 31/12، الشركة تسجل عليها إيه؟ تسجل عليها liability، وتسجل قصادها الانترست اكسبنس، لان يعني الشركه لسه ما دفعتش، لسه هتدفع الفايده دي في اليوم اللي بعديه في جانيوري 1. هي قالك تدفع الفايده في 1/1 من كل سنه. يبقى المفروض لما السنه تنتهي تسجل عليها اللايبيليتي وتدفعها بعد كده في السنه اللي بعديه. اللايبيليتي دي بنسميها ايه؟ بنسميها انترست بيبل، فوائد مستحقه الدفع. طيب عايزين نعمل تايم لاين نلخص فيه التواريخ اللي هو مدهلنا. هو كان بيقول لنا البوند اتطرح في 1/1/2016، هيقعد معانا سنتين، year 1 و year 2. هيدفع الفايدة في January 1 من كل سنة، يعني أول دفعة هيدفعها
أو الفايدة هتبقى في 1/1/2017، وفي 1/1/2018 هيدفع تاني دفعة في من الفايدة اللي هي الانترست، وهيرد فيها المبلغ اللي هو كان مستلفه اللي هو الايه الفيس فاليو بتاع البوند. ان هيجي برضه هيعمل بي سكند يير تيست زائد الايه ريبيمنت فيس فاليو. احنا كنا خلاص كنا احنا كنا خلصنا الاشوانس اوف بوندز، وخدنا فيها 3 اسامبشنز. اول اسامبشن لما كان الكونتراكتور ريت بيساوي الماركت ريت، وعرفنا الكونتراكتور ريت ده اللي هو الريت بتاع البوند. وفي تاني اسامبشن كان الريت بتاع البوند اعلى من الريت بتاع الماركت، فعشان كده كان في بريميوم. وفي تالت اسامبشن كان الريت بتاع البوند اقل من الريت بتاع الماركت، فكان في ديسكاونت. طبعا ده هيفرق معانا لما نيجي نسجل برضو الانترست. هنشوف ازاي لما نيجي نسجل الكوست اوف بوروينج هيختلف تحت التلاتة assumptions دول. طب نشوف مع بعض. طب هنبتدي مع بعض في اول assumption لما كان الريت بتاع البوند اللي هو الكونتاكتور ريت بيساوي الريت بتاع السوق الماركت ريت. لو ركزنا مع بعض، هو في اول سنة هو الشركة طرحت السند ده في 1/1/2016، يبقى في 31/12/2016 يعني في آخر السنة، يبقى الشركة دلوقتي مستلفة بقالها قد إيه؟ بقالها سنة كاملة اللي هي year one. يعني المفروض تسجل إيه؟ تسجل ال cost of borrowing، تكلفة الاقتراض. مش هي مستلفة بقالها سنة واستخدمت الفلوس بقالها سنة، يبقى لازم تسجل الإيه؟ accrual expense، المصروف المستحق. عشان خدنا في السنة اللي فاتت خدنا حاجة اسمها adjusting interest، فيها accruals و deferrals. يعني بنسجل في ال accruals بنسجل المصاريف المستحقة علينا. طيب هي الشركة دلوقتي مستلفة بقالها سنة، يبقى لازم تسجل المصروف المستحق عليها اللي هو ايه مصروف الفايدة اللي هو ال interest expense. طيب هنسجل interest expense. طب الشركة دفعت في 31/12، الشركة دفعت في نفس اليوم اللي هي سجلت فيه ال expense؟ لأ، يبقى الشركة تسجل قصاده ايه liability اللي هو ال interest payable. واحنا كنا حاسبين ال interest payable بكام؟ ب 250، يبقى نسجل قصادها ال interest expense بكام؟ ب 250. يبقى دي ال adjusting entry اللي الشركة تعملها في آخر year 1. طيب الشركة هتيجي في January 1 2017 تدفع أول فايدة اللي هي كانت لسه مسجلها إيه ك liability. لما الشركة تدفع ال liability اللي عليها تعمل إيه؟ تقوم مالية في الديبت وتقلل قصاده الكاش فين؟ في الكريدت. نفس الكلام هيبقى في December 31 2017. هتيجي في آخر 2017 هتسجل ال expense بتاع السنة التانية، بس هي مش هتدفع في December 31 2017، وهتسجل قصاده ايه؟ فتسجل interest expense وتسجل قصاده ايه liability اللي هو ال interest payable. هتيجي في January 1 2018 1/1/2018 هتعمل two entries. أول entry تسجل فيها اللي هي تدفع آخر فايدة عليها اللي هي تسجل اللي هي تدفع الفايدة بتاع السنة التانية، وهتسجل انها هترد ايه؟ هترد الفيس فاليو بتاع البوند، هترجع الفيس فاليو بتاع البوند. فاول انتري اللي هتسجل فيها ان هي بتدفع الانترست، هتقوم بتدفع اللايبيليتي اللي عليها، فتعمل تقلل اللايبيليتي في الديبت، يبقى الديبت انترست بيبل ب 250 والكريدت كاش بكام؟ 250. في الانتري التانية بترجع الفيس فاليو، طب هي كانت مستلفة كام؟ 5000، يبقى ترجعهم، يبقى ترجع تدفع اللايبيليتي عليها، يبقى تقوم حاطة البونز بيبل اللي هي كانت مستلفاها. مش لما استلفت قامت كانت مسجلة بونس بيبل، لما استلفت في الأول خالص كانت سجلت بونس بيبل، يبقى لما تدفعه تقوم شايله، هتحط ال liability في الديبت عشان تشيلها، يبقى ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش بكام؟ ب 5000. وبكده نبقى خلصنا مع بعض أول assumption. وهندخل دلوقتي على assumption اللي بعديه، لما يكون ال contractual rate بتاع البوند أقل من ال rate بتاع السوق. يعني الشركة بتدي فايدة أقل من الفايدة الموجودة في السوق، وساعتها هيكون في ديسكاونت، هيكون في خصم، الشركة تقدر تعمل خصم. احنا قلنا ديسكاونت ده كونترا أكاونت إن هو بيتحط في الديبت عكس اللايبيليتي. فاحنا دلوقتي بقى عندنا الشركة مدياهم بوند 5000 وعملهم خصم 200، يبقى الشركة خدت منهم كام؟ 4800، وده كنا بنسميه البوك فاليو، القيمة الدفترية. تمام. طب هي الشركة في الآخر يعني كمان سنتين في maturity date هتديلهم كام؟ هتديلهم ال 4800 ولا هتديلهم 5000؟
لو جينا في جانيوري 1 2018، الشركة قلنا بتعمل تو انتري زي ما قلنا. أول انتري إنها ترجع تدفع تاني انترست، وتاني انتري إنها ترجع الفيس فاليو. الفيس فاليو اللي هو كام؟ اللي هو 5000 كلهم. إنها تيجي تعمل ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش ب 5000. يعني هي مش هترجع البوك فاليو كلها. يعني الديسكاونت ده يعتبر ايه؟ الديسكاونت ده يعتبر ايه؟ يعتبر تكلفة زيادة على الشركة. هي اتكلفت الديسكاونت ده عشان تقدر تستلف. هي لو ما كانتش ادت لهم خصم، ده ان المستثمرين ما كانوش هيشتروا السند بتاعها، وهي ما كانتش تعرف تستلف فلوس. فالديسكاونت ده يعتبر ايه؟ additional cost of borrowing، تكلفة اقتراض زيادة إضافية. طيب هي مش تكلفة الاقتراض دي، أو مش هي تكلفة المفروض تتوزع على السنين اللي احنا استفدنا بيها؟ مش احنا استلفنا عشان نستلف عشان نقدر الفلوس دي لمدة 2 سنين، اللي هو 2016 و2017، يبقى لازم نوزع التكلفة دي على السنتين دول. ده اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت، اللي اسمه الماتشنج برنسبل. تعمل ماتشنج برنسبل، يعني انت لازم توزع الديسكاونت ده لو الـ additional cost of borrowing، لازم توزعه على الايه؟ على السنتين. احنا كنا بنعمل كده مع ايه؟ كنا كده بنعمل كده السنه اللي فاتت مع مين؟ مع الـ depreciation بتاع الـ fixed asset. الـ amortization هي الـ depreciation، هي يعني الاتنين نفس المعنى اهلاك، بس الـ amortization دي بتبقى خاصه بالديون، خاصه بالديسكاونت، وهنا كده خاصه بالبريميوم برضو. يعني احنا دلوقتي لازم نعمل amortization، اللي احنا نوزع التكلفه دي على الايه؟ على السنتين دولت اللي هي حياة السند. فالأمورتيزيشن هيبقى كام؟ هما التكلفة اللي عليك كام الزيادة؟ 200. تمام، كل سنة المفروض تسجل تكلفة زي... تسجل تسجل كوست اوف بورونج زيادة قد ايه؟ 100، اللي هو $200 على سنتين. طيب احنا قلنا الكوست اوف بورونج ده هو الايه؟ الانترست اكسبنس. يعني انت لازم تزود الانترست اكسبنس في الحالة دي في كل سنة بكام؟ ب 100. طب هو الانترست اكسبنس بقى فيه ايه تاني؟ في الانترست بيبل. يعني مش انت برضه هتدفع فايده، الفايده اللي تدفعها للمستثمر كام؟ $250 كنا لسه مطلعينها، زود عليها 100 اللي هي تكلفه التكلفه الزياده بتاعه الخصم اللي هو الديسكاونت. يبقى انت دلوقتي الشركه بتتكلف توتال قد ايه؟ الشركه بتتكلف توتال 350، 250 فايده هي بتدفعها، و100 ايه؟ امورتيزيشن بتاع الديسكاونت. صح ولا غلط؟ يعني لو جينا في ديسمبر 31 2016، عشان نسجل فيها الانترست اكسبنس، هنعمل ديبت انترست اكسبنس بكام؟ ب 350، صح؟ وهنعمل كريدت، ليه بنعمل كريدت للديسكاونت؟ عشان نقلله اصلا في الديبت، فعشان تقلله تحطه فين؟ في الكريدت ب 100، ونعمل كريدت للانترست بيبل ب 250. لو لاحظت انت كده عملت ايه؟ الانترست اكسبنس بقى شامل انترست بيبل والايه؟ والامورتيزيشن بتاع الديسكاونت. وهنيجي في اول يوم في السنه اللي بعديها اللي هو جانيوري 1 2017، ندفع عادي جدا الفايده اللي عليه اللي هي 250. لو لاحظت الانترست بيبل مالهاش دعوه بالانترست اكسبنس، يعني انت هتدفع للمستثمر كده كده 250، المستثمر بقى ملوش دعوه انت هتعمل امورتيزيشن الديسكاونت، ملوش دعوه بالكلام ده. يعني في الحالتين اللي احنا خدناها دلوقتي الانترست بيبل 250 ثابته، بس في الحالة الأولانية لما كانش فيه بريميوم ولا ديسكاونت كانت الانترست بيبل بتساوي ايه؟ انترست اكسبنس. بس لما في الحالة التانية لما يكون فيه ديسكاونت يبقى الانترست اكسبنس هيبقى أكبر من الانترست بيبل، لأن الانترست اكسبنس مصروف الفايدة، المصروف بتاعت الفايدة ده هيساوي الفايدة المستحقة اللي أنا أدفعها زائد الإيه؟ استهلاك الخصم. يعني الانترست اكسبنس هيساوي الانترست بيبل بلس الإيه؟ الأمورتيزيشن أوف ديسكاونت. ونكمل. يبقى في السنة اللي بعديها برضه هنعمل نفس الكلام، هنيجي في ديسمبر 31 2015، نعمل accrual adjusting entry، نسجل الـ interest expense برضه ب 350، اللي هي عبارة عن discount والـ interest payable. وهنيجي في January 1 2018 زي ما لسه قايلين، احنا قلنا كنا مسجلين الـ entry بتاعت الـ repayment of face value ب 5000، ونسجل الـ ايه؟ الـ payment بتاع second year interest. طب لو ركزنا مع بعض دلوقتي عاوزين نعمل تي اكونت عشان نفهم اكتر بتاع الديسكاونت بونص بيبل. طب هو ديسكاونت
النورمال بالانس بتاعه ايه؟ ديبت، يعني بيزيد في الديبت وبيقل فين؟ في الكريدت. طب احنا الديسكاونت ظهر لنا اول مره امتى؟ ظهر لنا اول مره ساعه الاشونس في جانيوري 1 2016. احنا بعنا السند بخصم، فبنسجل ايه؟ ديسكاونت. فاول ما يظهر لنا ساعه الاشونس ب 200 دولار. طيب احنا جينا في ديسمبر 31 2016، سجلنا ايه؟ اول سجلنا اول ادجاستنج انتري، او سجلنا الايه؟ الانترست اكسبنس بتاعنا. لما جينا نسجل الانترست اكسبنس عملنا امورتيزيشن الجزء من الديسكاونت ده. مش احنا قلنا الديسكاونت ده هنوزعه على عدد السنين؟ فجينا في اول سنه وزعنا من 200 قد ايه؟ 100. فهنيجي في ديسمبر 31 2016 نوزع اول 100 فين؟ في الكريدت، عشان نقلوه في الكريدت. وهنيجي برضو في السنه اللي بعديها، هنقوم قليلين الديسكاونت بكام؟ ب 100 تاني. فاحنا كده وزعنا ال 200 على ايه؟ على سنتين. يبقى في ديسمبر 31 2017، يعني في اخر 2017، في 31/12/2017، الديسكاونت ده البالانس بتاعه كام؟ البالانس بتاعه كان زيرو. يعني ساعتها بيكون الديسكاونت بزيرو. يبقى ساعتها البوك فاليو هيساوي الايه؟ هيساوي الفيس فاليو، هيساوي كام؟ 5000. يبقى ساعتها القيمه الدفتريه بقت بتساوي القيمه الاسميه اللي هي الفيس فاليو. البوك فاليو بقى بيساوي الفيس فاليو، بيساوي كام؟ 5000. تقوم ساعتها ايه؟ ترجع له بقى، ترجع الفلوس للمستثمرين. انت تدفع ال 5000 كلها، انت خلاص اهلكت الديسكاونت. تقوم مرجع على ايه؟ الفيس فاليو كلها 5000. هتقوم عامل ايه؟ تقوم عامل ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش ب 5000. هل دلوقتي على الاسامشن التانية، ونفترض ان الشركة بتاعتنا بتدي ريت اعلى من الريت بتاع السوق، يعني الشركة بتاعتنا بتدي فايدة اعلى من الفايدة بتاع السوق، يعني الكونتراكتور ريت اعلى من الماركت ريت، فساعتها الشركة هتبيع البوند او هتبيع السند ده بقيمة اعلى من القيمة الاسمية بتاعته اللي هو الفيس فاليو بتاعه، يعني ساعتها الايشو برايس يبقى اعلى من الفيس فاليو. وافترضنا الشركة هتبيع البوند اللي هو قيمته 5000، هتبيعه ب 5300. فالشركة هتيجي في البالانس شيت هتسجل لونج تيرم لايبيليتيز اللي هو البوند بيبل ب 5000، هتسجل معاها بريميوم، هي خدت بريميوم ب 300. يبقى القيمة الدفترية اللي هو البوك فاليو او الكارينج فاليو كام؟ 5300. طب جميل. طب هي الشركة قلنا في جانيوري 1 2018 هتعمل ايه؟ قلنا بتعمل تو انتريز، انتري عشان تدفع الفايدة بتاع السنة التانية، وانتري عشان ترجع الفيس فاليو، يعني هي ترجع كام؟ 5000. هي كانت واخدة منهم 5300، بس هتيجي تعمل ايه؟ ريبيمنت للفيس فاليو بس، يعني تعمل ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش ب 5000. يبقى البريميوم ده يعتبر ايه؟ البريميوم هي كانت واخدة 300 زيادة دولت، يعتبر تكلفة زيادة عليها. ده بالعكس، ده ال 300 دول يعتبر بيقللوا لها التكلفة لأنها كانت واخدة بزيادة، يعني البريميوم ده يعتبر ايه؟ ريدكشن ان كوست اوف بوروينج. طب جميل جدا. طب مش احنا ما كان عندنا لما كان عندنا ديسكاونت كنا قلنا لازم نعمله نوزعه على حسب الماتشنج برينسيبل، نوزع التكلفة دي على السنين اللي نستفيد منها على حسب الماتشنج برينسيبل. نفس الكلام للبريميوم، انت عندك بريميوم يبقى توزعه على عدد السنين اللي هنستفيد بيها من البريميوم ده. البريميوم ده تستفيد منه لمدة قد ايه؟ سنتين. يعني 300 دول توزعهم على كام سنة؟ سنتين. ده الماتشنج برينسيبل. يعني في الماتشنج برينسيبل هتعمل ايه؟ هتقوم واخد هتقوم تاخد البريميوم وتوزعه على حياة السند اللي هي كام؟ السنتين، بيسموه امورتيزيشن. فالامورتيزيشن بتاع البريميوم دلوقتي هيبقى كام؟ هيبقى 150 300 على كام؟ على سنتين. ماشي. يعني ده بقى هيقلل ايه؟ هيقلل التكلفة على الشركة، تكلفة الاقتراض. احنا قلنا تكلفة الاقتراض هي الايه؟ interest expense. يعني الامورتيزيشن بتاع البريميوم بيقلل ايه؟ بيقلل الانترست اكسبنس اللي على الشركه. يعني الشركه هتيجي في ديسمبر 31 2016 لما تيجي تسجل الادجاستنج انتري، يعني في 31/12/2016 لما الشركه تيجي تسجل الانترست اكسبنس هتسجله بكام؟ هسجله ب 100. ليه؟ ازاي جت ال 100 دي؟ هو الانترست بيبل المفروض الشركه تدفعه بكام؟ 250. طيب انا هعمل كريدت انترست بيبل ب 250. طيب مش الشركة كان عندها بريميوم بيقلل التكلفة اللي عليها، واحنا قلنا كل سنة هنوزع 150، في 250 دي هنرجع نقللها بالامورتيزيشن بتاع البريميوم 150. يبقى الانترست اكسبنس الصافي، يعني صافي التكلفة على الشركة كام؟ 100 دولار. فنيجي نعمل ديبت انترست اكسبنس ب 100، هنعمل ديبت للبريميوم
ب 150، ان هو اسم بريميوم كريدت، فنيجي نعمله امورتيزيشن عشان نقلله ونحطه في الديبت ب 150، ونعمل كريدت للانترست بيبل بكام؟ ب 250. هنيجي في جانيوري 1 2017 في 1/1/2017 لما نيجي ندفع الانترست هندفع 250 عادي جدا. انت لو لاحظت ان انت الانتري دي ما بتتغيرش في الثلاث حالات، هو الحامل السند ملوش دعوه، الشركه عندها بريميوم عندها ديسكاونت، هو ليه اللي هو ياخد الفايده اللي مكتوبه على الايه، على السند اللي هي الكونتراكتور ريت. فتعمل ديبت انترست بيبل ب 250 وكريدت كاش ب 250، وده مكرر الحكايه دي برضو في 1/30/12/2017. تسجل الانترست اكسبنس، قلنا هنسجله ب 100، ونعمل امورتيزيشن للبريميوم نحطها في الديبت عشان نقلل ب 150، ونسجل الانترست بيبل بكام؟ ب 250. هنيجي في 1/1/2018 قلنا بنسجل تو انترست، اول انتري ندفع الفايدة اللي علينا، ندفع الانترست بيبل، هندفع الانترست بيبل اللي علينا، فنقول ديبت انترست بيبل ب 250 وكريدت كاش ب 250، ونقوم راجعين الفيس فاليو اللي هو كام، 5000 ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش ب 5000. ولو حبينا نعمل تي اكاونت بتاع البريميوم، ويبقى البريميوم هتسجل في الأول خالص، أول ما يجي هتسجل في الكريدت بكام؟ في 1/1/2016 هنسجل البريميوم في الكريدت بكام؟ ب 300، وهنيجي في آخر سنة 1/31/12/2016 هنحطه في الديبت 150، وفي 1/31/12/2017 هنحطه في الديبت ب 150. يبقى كده في 1/1/2018 أو في آخر 2017 البريميوم بقى بكام؟ بقى بزيرو، يعني البوك فاليو هتساوي البوك فاليو هتساوي الفيس فاليو 5000، فنقوم راجعين ال 5000 كله نفس التي اكونت اللي عملناها في الديسكاونت. ونبقى كده خلصنا الثلاث حالات بتوع الايه، بتوع البوند. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا الكوست اوف بوروينج هو الايه، هو الانترست اكسبنس، وعرفنا الانترست اكسبنس ده بيساوي الانترست بيبل الا لو في ايه، الا لو في بريميوم وديسكاونت. لو في ديسكاونت بنعمل له امورتيزيشن، والامورتيزيشن بتاع الديسكاونت بيزود الانترست اكسبنس اللي على الشركه. ولو في بريميوم بنعمله امورتيزيشن، بس الامورتيزيشن بتاع البريميوم بيقلل الانترست اكسبنس اللي على الشركه. وعرفنا احنا بنعملهم هما الاثنين، بنعمل لهم امورتيزيشن ده احنا بنجيب القيمه ونقسمها على عدد السنين البوند هيقعد فيه مع الشركه اللي هو حياه السند، فده بيسموه ستريت لاين امورتيزيشن. ستريت لاين امورتيزيشن زي الديبريشيشن بس للايه، لل بريميوم وديسكاونت الخصم والعلاوه. يبقى الديبريشيشن بيبقى للفيكسد اسيت، والامورتيزيشن للبوند. نلخص بقى اللي احنا خدناه لغايه دلوقتي. احنا عرفنا في اول حاجه في الاشوانس عندنا ثلاث حالات، لما يكون الكونتراكتور ريت بيساوي الماركت ريت، ولا في ولا بريميوم ولا ديسكاونت، ودي الانتري بتاعتها. لما يكون تاني حالة عندنا يكون الكونتراكتور ريت اقل من الماركت ريت، يبقى ساعتها في ديسكاونت، ودي الانتري اللي احنا قايلينها، ولا الديسكاونت ده كونترا اكونت بتحط في الديبت بتاعت الاش ونز. وفي الحالة التالتة لما يكون الكونتراكتور ريت اعلى من الماركت ريت، يبقى ساعتها في بريميوم، والبريميوم ده بيتحط في الكريدت. تمام. ده كده كل ده الاشوانس اوف بوند. قلنا بعد كده بنسجل الكوست اوف بوروينج، تكلفه الاقتراض، بنسجلها عن طريق احنا بنعمل ادجستنج انتري عشان نسجل الانترست اكسبنس في اخر السنه زي ما احنا شايفين. وفي اول حاله لما يكون الكونتاكت ريت بيساوي ماركت ريت، يبقى ساعتها مفيش ايه، ولا بريميوم ولا ديسكاونت، يبقى الانترست اكسبنس هيساوي الانترست بيبل ب 250. ودي الانتري بتاعته. في تاني حالة لما يكون الكونتراكتور ريت اقل من الماركت ريت، يبقى ساعتها في ديسكاونت، يبقى الانترست اكسبنس بتاعنا هيساوي الانترست بيبل بلس الامورتيزيشن اوف ديسكاونت. احنا قلنا الديسكاونت بيزود الانترست اكسبنس، يبقى ساعتها الانترست اكسبنس هيساوي كام؟ هيساوي 350. ودي الانتري بتاعته. لو لاحظت ان احنا حطينا الديسكاونت فين؟ في الكريدت عشان نقلله، هو اصلا في الديبت، فلما نيجي نعمله امورتيزيشن نقلله فين؟ في الكريدت. في تالت حاجه
فلما يكون الكونتراكتور ريت اعلى من الماركت ريت يبقى ساعتها فيه بريميوم، ولا الامورتيزيشن بتاع بريميوم ده بيقلل تكلفة الاقتراض على الشركة، يعني بيقلل الانترست اكسبنس. يعني الانترست اكسبنس هيساوي الانترست بيبل ماينس الامورتيزيشن اوف بريميوم، هيساوي كام؟ 100. والبريميوم هنحطه في الديبت عشان نقلله، هنحطه في الديبت عشان نقلله. هو سنة لما جينا نسجله حطيناه في الكريدت، لما نيجي نعمله امورتيزيشن نقلله فين؟ نقلله في الديبت. طيب لما نيجي ندفع بقى في السنة اللي بعديها، طب احنا مدفعناش في نفس التاريخ، يعني لما جينا نسجل interest expense مدفعناش فسجلنا liability. طب لما نيجي ندفع في السنة اللي بعديها نقوم ندفع liability نحطها في debit عشان نقللها، ونقوم credit cash. لو لاحظت ان دي entry دي ثابتة في الثلاث حالات، مش هتفرق بقى، مش هنقارن ما بين ال contractor rate وال market rate، دي ثابتة في كله. طيب في بعديها في maturity date عرفنا ان في maturity date بنعمل two entries، اول انتر عشان ندفع اخر انترست بتاعك، اخر انترست بيبل علينا، فبنعمل ديبت انترست بيبل ب 250 وكريدت كاش ب 250، وبنرجع الفيز فاليو. الفيز فاليو اللي هي 5000، فبنعمل ديبت بونس بيبل ب 5000 وكريدت كاش ب 5000. وما بيفرقش معانا بقى كان في بريميوم ديسكاونت، الشركة في الاخر لازم ترجع القيمة المكتوبة ايه، القيمة المكتوبة على البوند اللي هي 5000، سواء بقى كانت هي فعلا واخدة فيها 5000، كانت واخدة أقل لو كان في ديسكاونت، كانت واخدة أكتر لو في بريميوم، هي لازم في الآخر في الماتيوريتي ديت ترجع لإيه، 5000 اللي هو الفيس فاليو. وبكده نكون خلصنا مع بعض نص شابتر 15 اللي هو بيتكلم عن البونز. طبعا ده تقريبا أهم حاجة في شابتر 15 اللي هي البونز، فضلنا جزء بسيط لسه هنشرحه إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.